هنا حديثا ثالثا، الإمام ابن حجر هنا حديثا ثالثا، ويظهر ارتباط هذه الأحاديث بعضها ببعض ارتباطا وثيقا. فقد ذكرنا أن الحديث الأول الذي يشمل الحديث الثاني وأنه يدل بالتالي على النهي عن صيام يوم الشك لأنه بين يدي رمضان، الآن يأتي بحديث يبين فيه متى يشرع المسلمون بصيام رمضان. فيقول: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه، يعني الهلال، فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. هذا من الأحاديث الصحيحة التي أخرجها البخاري من القسم الأول، وتابعه على إخراج أيضا صاحبه الإمام مسلم، فهو من الأحاديث الصحيحة المحتج بها، وهو حديث يدل على أن الدخول في شهر رمضان لا يكون إلا برؤية الهلال، إذا كان هناك مجال لرؤية الهلال. هذا هو الحال الأول، لا يجوز الدخول أو لا يجوز إثبات شهر رمضان إلا برؤية هلاله. ويرد سؤال التقليد: فإن كان هناك سحاب أو غبار أو نحو ذلك يحول بين الناس وبين رؤية الهلال، فحينئذ يأتي الحكم الثاني في هذا الحديث، يقول: فاقدروا له. ويجب تفسير هذه الجملة بالأحاديث الأخرى التي تصرح: فأتم شهر شعبان 30 يوما. هذا هو التقدير الذي ذكر في هذا الحديث، وهو غير واضح إلا ببيان الأحاديث الأخرى التي تصرح بأنه إن غم علينا هلال شهر رمضان فعلينا أن نتبع اليوم 30 بشعبان، ثم في 31 نعتبره أول شهر رمضان. وهناك رواية أخرى على سبيل البيان لهذه الجملة: فاقدروا له. قال المصنف: وله، أي البخاري، في حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30. وإذا غمة رمضان أيضا يأتي هذا فيما بعد. إذن الدخول في شهر رمضان يكون برؤية الهلال، فإن غمة فبإتمام شهر شعبان 30 يوما. لكن هذا يستلزم أمرا هاما، لا أدري إذا كان المسؤولون في الدول الإسلامية المزعوم اليوم في المحاكم الشرعية يراعون هذا الأمر. جاء في سنن أبي داود وغيره من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شهر شعبان ما لا يتحفظ من شهر رمضان. يعني أن الرسول عليه السلام كان له عناية خاصة بإثبات هلال شهر شعبان أكثر من هلال رمضان، لأنه إثبات هلال رمضان في بعض الأحيان إذا غم علينا متعلق بإثبات هلال شعبان، لأنه يقول: فإن غم فأتم 30. طيب من أين ندري نحن أن هذا اليوم الذي نحن فيه هو اليوم 30 من شهر شعبان إن لم نكن قد أثبتنا هلال شعبان؟ لذلك ينبغي على طائفة من المسلمين أن يعنوا لإثبات هلال شعبان كما يعنوا لإثبات هلال رمضان، لأنه إن غم علينا هلال رمضان نتم شعبان 30 يوما، وهذا يقتضي أن نكون قد أثبتنا أول شعبان حتى نستطيع أن نقول اليوم 30 هو تمام شهر شعبان.
وغدا يكون أول شهر الصيام شهر رمضان. نستغفر الله في هذا الجمع الطيب.